إلى أي ولاية تسافر؟ أسافر إلى ولاية نجري سميلان. لماذا اخترت تلك الولاية؟ اخترت ولاية نجري سميلان لأنها قريبة من بيتي. بيتي هذا قريبة من بيتي، و نعم يقتصد نقودي. كيف تسافر إليها؟ أسافر إليها بسيارة، السيارة أزرق. ما الأماكن التي تزورها؟ الأماكن التي أزورها، أولا أولو بندول في قلبيلا، وثانيا بورت ديكسون، وثالثا بيج ايون نيلاي كيف في بنيلاي في نيلاي نجري سميلان.